اهلا بكم، هذا برنامجكم اخر نهار وانا معكم محمد البيس. لما بنقول احيانا لبعضنا البعض كده انه البلد بقت فيها حاجات حلوه بالفعل وفيها حاجات مبشره بالفعل، في ناس كتير كده يعني تعتقد ان احنا بنقول اي كلام او ان احنا بنالف او ان احنا بنقول لهم على حاجه مش موجوده فعليا، و بناء عليه يقول لك انتوا في الاعلام بتخدعونا او انتوا في الاعلام بتجملوا وجه النظام. احنا عندنا اربع لقطات، اربع مشاهد تقول لك انه في حاجه فعلا في مصر بتتغير او في حاجه فعلا في مصر اتغيرت. اول مشهد ابطاله مواطنين عاديين، يمكن يبقوا مجهولين بالنسبه لي ومجهولين بالنسبه لك، ولكن هم لقطوا حاجة على الأرض بتحصل. مجموعة من الشباب راحوا اسكندرية يتعشوا في اسكندرية يقضوا يوم يعني، وبعدين وهم راجعين وقفوهم عند الكارتة كده قبل ما يطلعوا من اسكندرية وقالوا لهم لا يا جماعة انه في شبورة على الطريق واستنوا شوية مش هينفع تتحركوا الوقت. بعد شوية كان في قرار عاوز حضراتكم تشوفوه، يعني ازاي تم حل هذا الموضوع. مواطنين، عربيات كتيره جدا جايه من اسكندريه على الطريق، فجاه في شبوره هتبقى عامله كوارث لو العربيات دي مشيت بشكل طبيعي جدا. طب اتحل الموضوع ازاي؟ خليني لا انا هقول لك ولا احكي لك انا، لا انا هسيب المشهد زي ما صوروا مواطنين عاديين جدا. مرة تانية بقول لحضرتك مجهولين بالنسبة لي وممكن يبقوا مجهولين بالنسبة لك، بس خلينا نشوف ايه اللي حصل. يا صباح الهنا، يا صباح الجمال، وجمعة مباركة علينا وعلى كل الناس اللي بيشوفونا. بصوا، من اجمل حاجات بقى اللي قابلتنا النهاردة، احنا كنا في اسكندرية بنتعشى، تمام، في شبورة على الطريق كانت جامدة جدا، فمتحركين الساعة 6 من اسكندرية وقفونا على الكارتة، ممنوع حد يعدي لحد دلوقتي لحد الساعة 11. فعدينا الطريق فلقينا ان احنا افتكرنا بقى ان احنا هنمشي طول الطريق اربع عربيات مرور زي ما انتم شايفين كده، واخدين الطريق كل وراهم على سرعة 40. واخدين بالكم يا جماعة؟ وعايز اقول لكم كم العربيات اللي ورا مش طبيعي. يعني دي من الحاجات الحاجات الحلوه جدا والله اللي شفناها، صح يا كيمو ولا ايه؟ بجد لفته جميله جدا، ربنا يبارك لهم والله المجهود ده. لا حاجه حلوه يعني، انا بامانه اقسم بالله مبسوط جدا جدا جدا. هم بيامنوا الطريق واحنا وبيحافظوا على الناس. لا يا جدعان اقسم بالله في حاجه، في حاجه غريبه بتحصل في البلد، حاجه تغيير مش طبيعي يعني، انا في حاجه حلوه. طيب لو انا بحكي لحضرتك اللي حصل كده كحكايه بدون ما يكون معانا صوره، بدون ما يكون معانا فيديو، ممكن حضرتك تتشكك في ده، لكن دول مجموعه من الاصدقاء اللي راحوا قضوا يوم في اسكندريه وبعدين راجعين، فلقوا انه الطريق كل هذه الشبوره مش هيبقى امان ولا هيبقى خير ان هم يمشوا بعربياتهم، وانتوا عارفين الناس بتمشي بسرعه كبيره جدا. الرجاله في المرور قال لك لا احنا هنعمل زي ما حضراتكم شفتوا كده، اربع عربيات ماشيين في الاربع حارات في الطريق ما بين الاسكندريه للقاهره وماشيين على 40 كيلو، بحيث ان هم وكانهم حائط صد او كانهم يعني طليعه للتنظيم، فكل العربيات ماشيه وراهم بنفس السرعه حوالي 40 كيلو بحيث ان الناس تمشي وتوصل للقاهرة في أمان أو توصل للأماكن اللي عايزة توصل لها في أمان. تعليق هنا مش هتوقف عند إيه الشاب اللي هو بيقول والله في حاجة حلوة، والله في حاجات بتحصل وخايفين على الناس وخايفين على حياة الناس، لا هتوقف عند الكلمة بتاعته ويقولك إيه في حاجة غريبة بتحصل في البلد. هو ده التعبير الدقيق، لأنه يمكن لعقود طويلة جدا لم نتعود أن يكون هناك هذا الحرص الكبير من أجهزة الدولة على المواطنين طبقا لإمكانيات وقدرات الدولة. ليه؟ لأنك لما تيجي تطلع مشهد زي ده وتقول يا جماعة
هنا ايه؟ هنا اداره يعني مش محتاجه بقى اجهزه سياديه تتحرك، ومش محتاجه تعليمات فوقيه تصدر، لا ده انت بتتكلم على الناس بتوع المرور خدوا هذا القرار ونفذوه. لما نحط هذا المشهد تلاقي ناس يطلعوا لك مشاهد اخرى، ولذلك ده اللي بيخليني اقول لك ايه؟ انه احنا قدام دوله ترعى مصالح الناس وتخاف على الناس وتحاول ان تقدم خدمات للناس طبقا لما تملكه من امكانيات وطبقا لما لديها من قدرات. يعني ما نبقاش بايه؟ يقول لك اه المشهد ده طب ما في كذا وكذا وكذا وكذا، لا خلينا نبقى باصين انه في مشاهد او في وقائع او في احداث بتحصل بتقول ان هناك شيء تغير بالفعل في هذا البلد، وان هناك شيء حلو زي ما الناس بيقولوا في حاجه حلوه بتحصل في البلد. ده المشهد الاولاني اللي هو بشكل عابر وبطله او ابطاله مواطنين عاديين جدا، انا بقول لحضراتكم بالنسبه لنا مش معروف هوياتهم هم مين، ولكن ده فيديو هم نشروه على صفحتهم بيسجلوا هذه اللحظه اللي عاشوها بدون ترتيب، فالتحيه واجبه الى الناس في وزاره الداخليه والى رجال المرور على هذه اللفته وهذا المشهد. دول الابطال العاديين، البشر اللي انت ممكن تقابلهم في اي لحظه في حياتك. المشهدين التانيين بطلهم الرئيس. مشهد حصل يوم الاربع لما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتوجه بالتهنئه الى الاقباط والى المصريين جميعا، الى المسيحيين والى المصريين جميعا بالتهنئه بعيد الميلاد المجيد. أنا توقفت قدام برضو جملة مهمة جدا، وخلونا نسمعها من الرئيس الأول ونقول إيه يعني دلالة هذه الكلمة أو نفهم إيه من هذه الكلمة. سمعونا الرئيس يا شباب. إلى هذا البلد لا ينبغي أن تكون لهويته الدينية دورا في تحديد أو تمييز لما له من حقوق وما عليه من واجبات، تلك هي دولة المواطنة الحديثة. قال إيه الرئيس بقى؟ قال أي مواطن ينتمي لهذا البلد لا ينبغي أن تكون لهويته الدينية دور في تحديد أو تمييز ما له من حقوق وما عليه من واجبات، تلك هي دولة المواطنة الحديثة. بمعنى أنه اللي عايش على البلد دي، على أرض البلد دي، هو مواطن، هو مواطن. دينه ايه؟ ما يشغلناش. جنسه ايه؟ ما يشغلناش. لونه ايه؟ ما يشغلناش. اتجاهه السياسي او الفكري ايه؟ ما يشغلناش. كل ما يشغلك انه هذا مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. فيش تمييز؟ لا، ما ينفعش يبقى فيه تمييز. طيب برضو هتيجي تقول لي انه الكلام ده ممكن يبقى كلام نظري يا اخي، يعني ما هو الرئيس طبيعي لما هيطلع يتكلم في مثل هذه المناسبه ويتقدم بالتهنئه الى المسيحيين في عيد الميلاد المجيد، ما هو طبيعي لازم يقول انه الجميع سواء وانه لا تفرقه وانه القانون هو الذي يحكم بين الجميع، لكن في حاجات تانيه وفي مشاهد تانيه وفي ازمات تانيه، وانت ما بتسمعش عن اللي بيحصل في المنيا وما بتسمعش عن المشاكل اللي بيتعرض لها المسيحيين. أقول لك هنا لازم نبقى ظابطين الصورة، ظابطين الصورة، ونقول الفرق بوضوح ومن غير ما حد يزعل، اللي هو إيه؟ أنت في عقود سابقة، عقود سابقة لم يكن في خطاب الدولة الرسمي اللي هو طالع من رئيس الدولة ما يشير إلى مسألة دولة المواطنة دي بوضوح. يعني الخطاب ده ما كانش موجود بهذا الوضوح، يطلع الرئيس يقول انه اي مواطن في هذا البلد ايا كانت هويته الدينيه ده ما هوش ذريعه انه يبقى في خلاف، لا له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، بكلام واضح وصريح. اه واضح وصريح، مفيش هنا مراوغه. ده على مستوى ايه؟ الخطاب الرسمي بتاع الدوله، الدوله بتقول ايه؟ بتقول هذا الكلام. طيب على مستوى الحركة على الأرض، الحقيقة أنا يعني أحيانا كتير من اللحظة الأولى لي يعني دراستي لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنه بحكم العمل الصحفي يعني اللي هو إيه، أحيانا أقول طيب هو الرئيس جريء ولا شجاع؟
يعني في كتير من القرارات والتصرفات، لانه يعني انا كتبت حلقات مره عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2000 اخر 2013 كان اسمها المفاتيح السبعه لعبد الفتاح السيسي. انا وانا بشتغل سالت هل هذا الرجل جريء ام شجاع؟ والفرق هنا في حاجه واحده بالنسبه لي في مفهومي في تعريفي، يعني انه هو شجاع لانه بياخد قرار وهو حاسب تبعاته ايه. يعني الجرأة قد يكون فيها بعض التهور، الجرأة قد يكون فيها عدم حساب للعواقب مثلا، لكن هو رجل شجاع. طب رجل شجاع في ايه؟ اقولك، الاحتفالات اللي هي المسيحية، الاحتفالين الكبار اللي هو عيد الميلاد وعيد القيامة، أول مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي راح الكنيسة وهو رئيس، راح في عيد الميلاد، كويس كده، راح في عيد الميلاد ودخل الكنيسة وكان يعني واثق الخطوة يمشي ملكا، والناس استقبلوه استقبال عظيم جدا، وكان هنا الإحساس بإيه؟ بأنه رئيس الدولة رايح يحضر الاحتفال في الكنيسة، مش بيبعت برقية، مش بيبعت رسالة، مش بيقول تهنئة كده نظري، لأ ده راح بنفسه للكنيسة في عيد الميلاد. طيب دي شجاعة؟ اه طبعا شجاعة. الشجاعة الأكبر بقى إنه حضر عيد القيامة. قلت له طب إيه المشكلة؟ يعني إيه الأزمة؟ لأنه في ناس كتيرة جدا يقول لك مفيش مشكلة في عيد الميلاد، لأنه ما هو ميلاد السيد المسيح وإحنا متفقين عليه، والسيد المسيح له مكانة كبيرة جدا في الإسلام، ولا يتم اصلا اسلام المسلم الا بان يؤمن به السيد المسيح. فالميلاد مش مختلفين، لكن في ناس كانت بتبقى عندها حساسيه في الاحتفال بعيد القيامه لانه في اختلاف في المنظور المسيحي عن المنظور الاسلامي في كلمه النهايه في السيد المسيح، يعني انت بتتكلم هنا انه الاسلام بيقول كذا والمسيحيه بتقول كذا، مش هندخل في هذا الخلاف. ففي ناس تقول لك اه ممكن نهني بعيد الميلاد لكن عيد القيامه نتحفظ شويه. اه في ناس بتعمل كده، لكنه على الارض راح في عيد الميلاد الكنيسه وراح في عيد القيامه الكنيسه. ولذلك لما هو بيجي يقول انه هذه هي دوله المواطنه الحديثه فانا اصدقه 100%، لانه في على الارض مظاهر تعكس ده. في كل المشروعات اللي مثلا بيخطط ليها او بيفتتحها يقولوا له هنعمل الجامع هنا، يقولوا له تعملوا الكنيسه فين؟ واكتر من مره يكون في مكان مثلا ما اتعملش حساب الكنيسه فيوجه مره اخرى يقول لا احنا بنعمل في المدن اللي هو بتتعمل والحاجات الجديده تحط المسجد والكنيسه، دي رمزيه، حاجه رمزيه. ولذلك مثلا ايه يقول لك هو العاصمه الاداريه يعني بدل ما تبنوا مستشفيات ومدارس تبداوا بالجامع والكنيسه. ايوه، لانه الجامع والكنيسه في العاصمه الاداريه ده رمز للمعنى الكبير الذي تعمل من اجله مصر الان، اللي هو دوله مواطنه. لان تيجي تعمل مدارس لمين؟ ما هو لسه مفيش حد راح. هتعمل مستشفيات لمين؟ ما هو لسه مفيش حد راح. فهتقول لي بنفس المنطق طب هتعمل مسجد وكنيسه لمين؟ ما هو محدش هيصلي هناك. اقول لك اه محدش هيصلي، بس ده رمزية مصرية بتقول للعالم احنا وصلنا فين في مسألة المواطنة، لانه العقود اللي فاتت كانت فيها مشاكل كبيرة جدا. فده مشهد يخليك مطمئن على المستقبل. في بقى ذيول تطرف، في لسه افكار متطرفة، في هذه الافكار المتطرفة بتقود انه يبقى في مشاكل شوية او اعتداءات او حاجات او بتاع، لكنها لا تعبر عن منهجية دولة او سياسة نظام أو النظام يا جماعة صادق فيما يقوله، وبيبقى فيه فجوة ما بين الكلام وبين التطبيق، دي اللي لازم تتعمل على الأرض. طب ده المشهد التاني اللي هو في فكرة الرمز أو فكرة إنه مصر بتفكر إزاي. المشهد التالت بقى، إحنا تعودنا إنه في جولة أسبوعية بيقوم بيها الرئيس بيتفقد في الغالب المشروعات القومية بتاعة الطرق والمحاور اللي موجود. النهاردة حقيقة كان الرئيس بيتفقد مشروع اسمه مستقبل مصر. ايه مستقبل مصر ده؟ المشروع ده عبارة عن نص مليون فدان، 500,000 فدان على طريق الضبعة باتجاه الساحل الشمالي، باتجاه الشمالي الغربي لمصر.
500,000 فدان. 500,000 فدان بيتزرعوا اهم قدام حضراتكم. طيب بيتزرع عشان يبقى فيه انتاج زراعي، الانتاج الزراعي ده يقلل الفجوه ما بين الاستهلاك بتاعك والاستيراد اللي جاي من بره، يوفر لك عمله صعبه، يوفر وظائف بشكل مباشر او اعمال بشكل مباشر في هذا المشروع، يوفر وظائف اخرى بشكل غير مباشر، الناس اللي هتشتغل على المنتجات اللي هتطلع دي. وتم على اللي هو على المحور بتاع الضبعه، المحور بتاع الضبعه ده جزء من المشروع القومي للطرق اللي تم تمهيدها. انا عايز بقى اقول حاجه شخصيه جدا، يعني لانه انا من حوالي 3 سنين احد الاصدقاء وهو يعني رجل صناعه كبير، وهذا الكلام والله اشهد عليه ربنا، يعني قال لي انا عايز تيجي معايا لمده ساعه فقط كده، هنروح نشوف حاجه عمر ما حد يتخيل ان هي بتحصل في مصر. قلت له حاجه ايه؟ ما يعني ايه اللي ممكن متخيل ما يحصلش في مصر يعني؟ هو هذا الرجل اللي هو احد رجال الصناعه والاستثمار الزراعي يعني بيشتغل في هذا المشروع، لانه الرئيس بعد ما عمل هذه الجوله اجتمع بعدد من اصحاب كانت في مجال التنميه الزراعيه، ولانه هذا المشروع ما بين الدوله وشركات القطاع الخاص، الدوله مش شغاله فيه لوحدها، لا شركات القطاع الخاص موجودين. فالراجل قال لي تعالى احنا هناخد ساعه هفرجك على حاجه احنا مسمينها الحلم. الحلم ده ان شاء الله قدامنا 2 3 سنين كده ونعلن عنه. فقلت له ايه حلمي؟ قال لي في ارض عند محور الضبعه كده بتتزرع بلا حدود، يعني انت واقف كده مش هتجيب اخرها. ده انت محتاج طياره عشان تلف وتشوف المكان اهو، يعني هم على طول جات الصوره من الطياره. انا وقتها قلت له يا عم هنشوف ان شاء الله، اما يعني مش لسه بتزرعوا وبتقلعوا وحاجات كده وبتمهدوا الارض وبتعملوا؟ قال لي وعاملين الري وعاملين الحاجات والبتاع. النهارده لما شفت هذه الصور، انا بحكي لحضراتكم حاجه من 3 سنين، لما بحكي لحضراتكم لما شفت هذه الصور النهارده افتكرت هذا الموضوع، والفيديو قدام اهو، افتكرت الموضوع ده. لما قال لي تعالى في حاجه محدش هيصدق ان هي حصلت في مصر، فاحنا النهارده الرئيس بيعلن. وخلي بالكم الاعلان بدون استعراض، يعني ايه مفيش حاله استعراض؟ لانه هو لماذا لا يستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المشروعات هو نفسه؟ لانه بيرى انه هذا العمل هو عمل طبيعي، يعني هو رئيس دوله بيحمي امنها وبينمي اقتصادها، هما الحاجتين. لانه انتوا عارفين هو القران فيه المفتاحين دول، اللي هو انت ايه الحكايه؟ قال لك اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. في حاجه اكتر من كده؟ اللي هو الحكايه حتى بالقوانين الالهيه، قال لك اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. هو ينفذ قوانين الله في الارض، راجل بيشتغل على الجانب الامني والسياسي وبيشتغل على الجانب الاقتصادي. فانا الحقيقه النهارده يعني صديقي ده اللي هو يعني احد رجال التنميه الزراعيه الكبار هو يكسب الرهان النهارده، لانه هو راهني، قال لي الموجود تعالى. وانا اعترف ان انا ضيعت فرصه ان انا اشوف المشروع ده في الاول وبعدين اشوفه النهارده بهذا الشكل. فده برضو مشهد ثالث من المشاهد اللي بتقول انه في حاجه في البلد بتحصل. ولما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول احنا بنعمل وهتشوفوا البلد واحنا عندنا مشروعات ما حدش يعرف عنها حاجه، ولانه هو والناس لما كان يقول انه احنا مش عاوزين اهل الشر يعرفوا، فناس تتريق وتقول لك يعني هم هيحسدوا الحكايه. لا، هم ما كانوش بيحسدوا، هم كانوا بيشيعوا مناخ من الاحباط وبيروجوا الاكاذيب والشائعات للدرجه اللي تخليك انت ما تصدقش ان ممكن اي حاجه تحصل في البلد. فهي دي النقطه، واحنا ان شاء الله يعني هنحاول ان احنا نروح ونصور في هذا المشروع، لان احنا قدام عمل حقيقي، والخير اللي بيبقى طالع من الارض ده محدش بيقدر يعني يقف قدامه او يشكك فيه، والفلاحين اللي زي حالتنا بيبقوا عارفين يعني الارض، الخير اللي طالع من الارض ده حاجه بتاعت بركه ربنا، بس بسعي الانسان وجده واجتهاده. فده المشهد الثالث اللي بيقول انه في حاجات في البلد بتتغير. المشهد الرابع، تم دعوه مجلس
النواب إلى الاجتماع. الجلسة الأولى إن شاء الله هتكون يوم الثلاث الجاي الساعة 11. سموها الجلسة الأولى دي جلسة إجراءات، يعني خلاص النواب هيروحوا هيقوم أو هيرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا وبيساعدوا أصغر عضوين سنا، وبعدين بيتم انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين، وبعدين يحلفوا اليمين، يعني يحلفوا اليمين الدستورية بشكل فردي، لأنه كان في مشكلة كبيرة أنه طيب قعدوا يفكروا، كان في أكتر من سيناريو. طب إحنا دلوقتي عندنا يعني 600 إلا، يعني حوالي يعني 600 إلا عضوين ثلاثة يعني، فدول هيبقوا موجودين في القاعة إزاي في التقارب وكورونا. فأنا أسألك طب يعني يحلفوا اليمين على كذا جلسة، طب يحلفوا اليمين إلكترونيا بالزوم أو بالبتاع، فاستقروا أن الجلسة هتكون موجودة إن شاء الله. إيه المختلف؟ إيه المختلف؟ أنه من سيرأس الجلسة الأولى للبرلمان هو الكاتبة، الكاتبة والسياسية والإعلامية الصديقة العزيزة فريدة الشويش، هتكون هي رئيسة الجلسة الافتتاحية للبرلمان المصري. تعرفين الكاتبة الكبيرة فريدة الشويش دخلت البرلمان في القائمة الوطنية، وهتكون في هذا المشهد اللي هو بيحدث لأول مرة في الحياة البرلمانية المصرية، اللي احنا بنتكلم تقريبا حوالي احنا 155 سنة، يعني احنا في عندنا فترة عريقة، يعني في كان بيتم الاحتفال ب 150 سنة من حوالي 4-5 سنين، فاحنا تقريبا 155 سنة برلمان. كل الدورات البرلمانية لم يتصادف انه تكون سيدة هي التي ترأس الجلسة الافتتاحية. الحقيقة ده مشهد يقولك انه في اختلاف، ممكن تقولي انه جيب الصدفة، كويس جيب الصدفة ليه؟ انه الكاتبة فريدة الشويش هي الأكبر سنا، وهقولك انه الصدف ما بتحصلش بالصدف، يعني خلينا ايه، بيقولك انت بتقول اي كلام، لا ما بقولش اي كلام، يعني الصدف لا تتم اعتباطا. انت عارف احيانا يقولك ايه، اللي صحي من النوم لقى نفسه ناجح هو ما نامش اصلا، لا ده فضل يجتهد ويشتغل ويذاكر ويقرا، فاللي صحي من النوم لقى نفسه ناجح ده ما نامش في الاساس. فبرضو ان تكون الكاتبه فريده الشوباش هي التي ترأس الجلسه الاولى، صدفه انها الاكبر سنا، لكن ليست صدفه ان تكون هي تحديدا، لانه هذه السيده لها تاريخ طويل جدا من العمل السياسي والعمل الاعلامي والعمل الوطني، والحقيقه يعني تحملت الكثير من الهجوم. فانا بهنيها بهذا زي ما بنقول ايه، الفضل الالهي والمنه الالهيه عليها، لان هي قالت انه ده كرم كتير جدا كبير جدا من ربنا. طيب كان المفروض تبقى معانا هي على التليفون، لكن يبدو انه لم نتمكن من التواصل معاه، كل معاها يعني حق عرب ان شاء الله. خلينا طيب نستمع من النائب منصف نجيب، وهو من قائمة الذين حظوا بثقة الرئيس وتم تعيينهم في البرلمان، وهيبدأوا رحلة عمل برلماني كبير. أهلا بك يا فندم. ألو. أهلا بك يا فندم. مين يا فندم؟ سيادة المستشار، أهلا بيك، إحنا برنامج آخر النهار، أهلا بيك. لو سمحت شوية. نعم. أهلا بيك. تحت أمرك. إحنا يا فندم بس بنستعرض إن شاء الله اليوم الثلاث الجلسة الافتتاحية، الجلسة الإجرائية للبرلمان، وكنا يعني حابين نتعرف على انطباع حضرتك على هذا البرلمان بتشكيلته بتركيبة المعينين فيه. أنت بترى إنه الدور اللي يقوم به خلال ما تمر به مصر الآن إيه؟ الحقيقة أنا شديد التفاؤل. لأن تركيبة مجلس النواب الجديد تركيبة جيدة. ويمثل أطياف الشعب المختلفة. وفيه رجال عندهم القدرة
والرغبة الحقيقية في خدمة بلدهم والقيام بما ينبغي على النائب أن يقوم به. ورباء والله الموفق إن شاء الله إن شاء الله وبالتوفيق دايما، ومنتظرين يعني مساهمة برلمانية كبيرة إن شاء الله. سيادة المستشار منصف نجيب أحد الذين حظوا بثقة الرئيس وتم تعيينهم في البرلمان، أنتوا عارفين إن في 28 نائب تم تعيين. طيب إحنا هنطلع فاصل، بس عايز أسيب حضراتكم مع تقرير. هو تقرير أعدته وزارة الداخلية في سياق وفي إطار الأسبوع العربي ل يعني التحذير من مخاطر الإرهاب. التقرير ممكن تشوفه، هو معمول بدقة شديدة جدا، لأنه هو بيقول أنه الجيش والشرطة بيقوموا بالدور الكبير في مواجهة الإرهاب، لكن بيلفت هذا التقرير بذكاء شديد، أنا أحيي من أعد هذا التقرير الحقيقة في وزارة الداخلية، بيلفت الانتباه أنه مواجهة الإرهاب والتنبيه لخطر التطرف مش بس دور الجيش والشرطة، ولكن لابد أن تتضامن وتتعاون وتتشارك كل مؤسسات الدولة وكل المواطنين في التصدي لهذا الخطر. اتكلم عن الأزهر، واتكلم عن الكنيسة، واتكلم عن المدرسة، واتكلم عن الأسرة في ودورها في تربية أولادها بحيث لا يقعوا في براثن الإرهاب والتطرف. ده تقرير معمول في منتهى الذكاء، وفي إشارة تقول للناس يا جماعة لا، الإرهاب يعني لن ينتهي من العالم ولن ينتهي من مصر بسهولة. فهذا تذكير جيد، وبشكر مرة تانية على اللمحة الذكية من رجال الداخلية وهم بيعدوا هذا التقرير. سيبكم مع هذا التقرير ونطلع فاصل ونعود للحديث عن منطقتين مهمين جدا. إيه اللي حصل في قمة العلا، قمة الخليجية، ما يقال عن المصالحة، قطر، الجزيرة، مصر، الإعلام المصري، وما الذي حدث في الأربعاء العبسي في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية؟ رأينا بأعيننا اقتحام الكونجرس الأربعاء العبسي، هنقول لحضراتكم برضو إيه اللي وراه. شوفوا التقرير ثم نعود بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. قبل ما ندخل في موضوع ما جرى في قمة العلا في السعودية والمصالحة التي أعتقد في ناس كتيرة جدا شايفة أنه يكتنفها كثير من الغموض، وما حدث أيضا في واشنطن في الأربعاء العبسي، واسمحوا لنا أن احنا نسميه كده، مهم ان انا اقرا هذه الرساله على الهواء، وصلتني من المهندس عصام الدين مصطفى، بيقول لي نصا: بصفتي مهندس زراعي وكنت في مركز قومي وقمت بالتدريس في احد المعاهد الزراعيه العليا، اشهد انني كنت بتغاظ جدا من الدول الاوروبيه وهي تستخدم الميكنه الزراعيه في المزارع المصريه اليوم كما لو كنت اشاهد مزارع اوروبا. حفظ الله السيسي، الجوع والخوف لا يعرف طريقه الآن إلى مصر. يمكن زي ما بقول لحضراتكم أحيانا مثل هذه الشهادات ومثل هذا الكلام اللي بيجي من المواطنين المصريين اللي هو لا هو بقى محسوب على السياسة ولا هو محسوب على الصراع ولا لا، مواطن مصري ولا وانتمائه واهتمامه الأول والأخير لمصر ولما يجب أن تكون عليه مصر. طيب نيجي بقى ليه موضوع قمة العلا. في ناس كتيرة جدا شايفة انه مصر اتصالحت ببلاش، او احنا بقالنا 3.5 سنين بنتكلم في الاعلام وبنقول قطر عملت وقطر سوت وقطر ودت وقطر اتورطت وقطر مولت وقطر دعمت وقطر وفرت ملاذ امن للارهابيين ولا بد أن نفعل ونسوي وفجأة تمت هذه المصالحة. هل هزمت مصر؟ وأنا بتكلم عن مصر تحديدا، ليه؟ لأنه السعودية لها أسبابها، الإمارات قد يكون لها أسبابها، البحرين قد يكون لها أسبابها، لكن أنا بتكلم عن مصر بشكل واضح جدا، خاصة أن أنت بتتكلم عن 6 دول بيشكلوا أو بيمثلوا مجلس التعاون الخليجي. ف
فالمجلس ده اتأسس من سنة 81. اتكلم الدورة دي بتاعت القمة الخليجية كانت القمة 41. طيب خلينا الأول نحط كده بعض النقاط فوق الحروف. أول حاجة إنه هذا الاتفاق الذي تم هو اتفاق تضامن. يعني اتفاق تضامن؟ يعني هو اتفاق إطاري حطينا فيه خطوط عريضة وبعدين هنبدأ نتكلم في التفاصيل. مصر عندما تدعى إلى مصالحة فبتروح إلى هذه المصالحة انطلاقا من موقفها كدولة كبيرة، لأنه مصر تحديدا في هذه الفترة لا تسعى إلى حرب، لا تسعى إلى اضطراب، لا تسعى إلى فوضى، تسعى إلى السلام الذي يؤدي إلى التنمية. دي مبادئنا اللي هو احنا بنعلن عنها طول الوقت، لكن لما يجي حد يعتدي علينا او يسبب لنا مشكله لا، لازم نبقى واقفين قدامه. فمصر استجابت الى هذا التفاوض حوالين المصالحه، هذه الجلسه للمصالحه اتساقا مع سياستها الخارجيه. ده رقم واحد. رقم اتنين انه احنا عندنا طلع اعلان العلا، في اعلان العلا ده اللي هو الناس شافته عباره عن ثلاث ورقات فقط. في الاعلان ده بيقولوا ايه؟ وده اعلن، يؤكد توقيع جمهوريه مصر العربيه على بيان العلا توثيق العلاقات الاخويه التي تربط مصر الشقيقه بدول المجلس، انطلاقا مما نص عليه النظام الأساسي بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. يبقى ده اللي هو إيه؟ المبدأ الأساسي اللي مصر راحت ممثلة بوزير خارجيتها السفير سامح شكري عشان يشترك في أعمال قمة العلا ويوقع على البيان النهائي. الكلام في كل الكواليس السياسية في الدول اللي اشتركت في هذه القمة في وسائل الإعلام إنه البيان الكامل لم ينشر. البيان الكامل لم ينشر، ده هو بس كده إيه؟ ده بيان أو خبر صغير كده عن الموضوع. إحنا معانا البيان الكامل اللي صدر عن قمة العلا. في 117 بند. 117 بند. ايه ال 117 بند دول؟ دي قرارات خاصه بعلاقات داخليه بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقرارات خاصه بموقف دول مجلس التعاون الخليجي من ايران، من روسيا، من الولايات المتحده الامريكيه، من اوروبا، من الرسوم بسائل الرسول، من تركيا، يعني العلاقات الخارجيه بتاع مجلس التعاون الخليجي. اللي خصنا في ال 117 بند دول اللي هم ايه الوقت فيه، لانه زي ما هقول لحضراتكم هسمع حضراتكم بعض الحاجات، في اشاره انه البيان الختامي الكامل ما طلعش، لا البيان الختامي الكامل معانا اهو. اللي يهم مصر فيه البند 98. البند 98، يعني احنا هم ايه في البيان اللي نشر بشكل واسع قالوا انه مصر وجودها مهم جدا لانه ده بيؤكد على العلاقات الاخويه اللي بتربطها بدول المجلس وهكذا. لكن هذا البيان بقى الكامل اللي مضت عليه قطر ومضى عليه امير قطر بيقول ايه البند 98؟ وخلينا نركز مع بعض شويه. بيقول اكد المجلس الاعلى للمجلس التعاون الخليجي على دعم امن واستقرار جمهوريه مصر العربيه، مسمنا جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأعرب المجلس عن دعمه للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مسمنا الجهود المبذولة في هذا الشأن. يبقى البيان بتاع قمة العلا، البيان النهائي الكامل اللي هو يعني ما تمش الحرص انه ينشر بشكل واسع، بقول لحضراتكم عبارة عن 117 بند
اللي يهم مصر فيه البند 98، البند اللي هو موجود ضمن البيان اللي مضت عليه قطر، وهو دعم أمن واستقرار مصر، بعدين مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والإصدار للشعب المصري الشقيق، رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. طيب هو ده الخلاف الأساسي اللي كان موجود خلال السنوات التي أعقبت 2011 اللي هو أعقبت 25 يناير، أنه كان الاتهام المعلق ولا يزال في رقبة قطر أنها دولة ترعى الإرهاب، توفر ملاذ آمن للإرهابيين، تحرض على الفوضى والتخريب في مصر وإسقاط النظام من خلال إعلامها المباشر في قناة الجزيرة وإعلامها غير المباشر اللي بتنفق عليه في تركيا. مش هو ده الاتهام؟ هو ده الاتهام حتى هذه اللحظة. بالنسبة لي هذا الاتهام لا يزال عالق. طيب اللي حصل في العلا ده بالنسبة لي إيه؟ هو الخطوة الأولى اللي هو يا جماعة احنا في بيننا خلاف، وده خلاف دول، طب احنا هنقعد نعمل ايه بقى؟ اول حاجة احنا هنتفق على انه احنا نشتغل مع بعض، نحافظ على امن واستقرار بعض، ما يحصلش فيه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. طب تعالوا بقى نعمل التفاصيل، ده هيترجم ازاي؟ ولذلك الخطاب المصري، الخطاب الرسمي المصري السياسي دقيق جدا وذكي جدا، لانه قال لك ايه؟ قال لك الرئيس قالها ووزير الخارجيه قالها، قال نحن مع كل الجهود المخلصه في التصالح. كويس كده؟ كل الجهود المخلصه في التصالح. حط بقى 3000 خط تحت الجهود المخلصه دي للتصالح. طب لو الجهود مش مخلصه، النوايا مش صادقه، مفيش حاجه. مفيش حاجه، لان انت دوله كدوله كبيره زي ما بقول لحضراتكم. خلي بالكم الخناقات بين الدول دي مش خناقات حواري، يعني مش مخاصمك وخلاص وبتاع، في مصالح، في مصالح. اتخضوا انه بعد القمه بساعات لقوا ان وزير الماليه القطري بيفتتح فندق في القاهره وجنبه وزير الماليه المصري ووزير الخزانه الامريكي. والناس قال لك ايه ده بقى؟ ده خلاص كده خلصت؟ طب والكلام عن دم الشهداء؟ طب والكلام عن تورط قطر في الارهاب؟ طب والكلام اللي احنا كنا بنقوله كله ضاع؟ اقول لك لا، ولن يضيع، ولن يضيع. ليه؟ لانه انت عندك حق وهتاخده، وانا بقول والناس كتيره جدا واثقه انه، لانه خلي بالكم في حاجات كتير احنا ما بنبقاش شايفينها، حاجات كتير ما بنبقاش شايفينها. قطر اللي هو ايه؟ لما يقول لك عفوا قطر دي ما كانتش متاثره بالمصالحه، طب وكانت بتسعى سعيا حسيسا لانها تتصالح ليه؟ ده السؤال. يعني في بعض الناس يقول لك لا اصل هم ايه السعوديه ومصر وبتاع هم خلاص ما قدروش يعملوا حاجه فخد. لا، يعني اذا كانت قطر قادره على ان تظل بعيد عن المظله العربيه وعن مجلس التعاون الخليجي اتصالحت ليه؟ طيب هم هيعملوا ايه بقى؟ هيعملوا ايه؟ كويس، يعني هتمشي المساله ازاي؟ خليني اتوقف عند ما قاله وزير الخارجية القطري محمد ابن عبد الرحمن التاني. راجل عمل حوار في الفاينانشال تايمز وعمل حوار في الجزيرة مع محمد كريشان. نعم، مذيع شهير الحقيقة ووقور كريشان، يعني ما تورطش في حاجات كده غريبة، يعني تلاقي فيه أشكال كده زي جمال ريان والناس دي اللي هو إيه، رايح هنا معاهم جايين هنا معاهم ماشي في النص زي الفل، اقعد في جنب يقعد في جنب، يعني دول خدم وألسنة النظام القطري. كريشان يعني راجل وقور برضه. في الفاينانشال تايمز الحوار بتاع محمد بن عبد الرحمن قال تاني، قال لك والله احنا اتفقنا على أسس عامة في القمة، وستكون هناك لقاءات ثنائية يتم فيها الاتفاق على تنفيذ ما استقرنا عليه. وقال في الفاينانشال تايمز، قال مصر عندها مشاغلها واحنا عندنا مشاغلنا، فلا بد ان احنا نتفق على نقاط الخلاف اللي بيننا وندوبها. فاذا احنا المساله الناس فاكره ايه؟ ان القمه اتعملت والناس راحت والمساله خلصت وخلاص كل العلاقات رجع. حتى لو الاجزاء الاقتصاديه، الطيران،
التمثيل الدبلوماسي لكن تظل هناك قضايا معلقة ومهمة لازم تتحسب. طيب أول حاجة وزير خارجية قطر لما بيتكلم على ليه ما اتنشرش البيان الكامل بتاع قمة العلا، سمعونا كده. لم يتم الاتفاق على النشر لهذا البيان، ولكن كما ذكرت لك هو هذه المبادئ الأساسية. يمكن اعتباره اتفاق سري؟ هو ليس اتفاق سري، هو بيان متفق عليه بمبادئ رئيسية ليس سريا، ولكن لم يتم التطرق إلى نشره من عدمه، ففقط يعني هذه هي المسألة. عدم نشره يطرح أكثر من سؤال الشيخ محمد. ما هي الأسئلة اللي يطرح؟ يعني لماذا لا يقع نشره طالما كان هناك أزمة كبيرة وحلت والكل يستبشر، لماذا لا يقع نشره حتى نعرف على أي أساس؟ القواعد المحددة لهذا البيان هي قواعد عامة وذكرتها لك، وتم أيضا ذكرها يوم أمس في المؤتمر الصحفي لوزير خارجية السعودي، و أعتقد أن هذه هي المبادئ الرئيسية التي يعكسها هذا البيان. طبعا نشره من عدمه لم يتم الحديث حوله، ولكن لا أعرف مدى اهتمام الدول الأخرى أيضا في نشر هذا البيان. يعني هل هناك خشية من أنه إذا نشر فيه أحراج لقطر أو للسعودية أو لغيرها؟ لا بالعكس، لا يوجد فيه أي حرج لأي دولة، هو بيان على مبادئ رئيسية كما تم تناوله قبل قليل، وأيضا يؤكد على الثوابت الرئيسية التي فيما بين دول مجلس التعاون والواردة في ميثاق مجلس التعاون. هنا نقطة غامضة شوية، لأنه أنا ما أعرفش أنه البيان لم ينشر، احنا معنا البيان كاملا، يعني 117 بند من القمة الخليجية اللي الناس وقعوا عليهم، وأنه زي ما سمعت وزير الخارجية القطري أنه هو اتفاق عام على الأسس العامة، ولو قريتوه هتلاقوا انه لو في احراج ممكن يمثل احراج لقطر اكتر مش لدول اخرى. في كلام كتير عن ايران، في كلام كتير عن تركيا، يعني على القوى الاقليميه في، لكن مش هي دي النقطه. ففي محاوله لايه؟ لانه هنا القطريين اتبسطوا بان هم يبقى ما فيش مقاطعه والحدود تتفتح، لانه يعني ده طبيعي، يعني طبيعي جدا، يعني مش هندخل في كلام كتير عن الشعب القطري والقطري، لكن ده كلام مهم، يعني بالنسبة لهم كلام مهم. النظام هناك عنده علاقات مع إيران، عنده علاقات مع تركيا، عنده فتح فيه حاجات كتيرة جدا، ولن يستطيع النظام القطري أن يعيش بدون هذه العلاقات. طب يعني هو هينظم حياته إزاي؟ ده مش ما نعرفوش، هنشوف إحنا في اللي جاي. فلو هي الجزيرة بتحاول تقول انه البيان ما طلعش وما اتنشرش، وهل يمكن ان يمثل حرج لبعض الدول، انا شايف من خلال قراءتنا لهذا البيان انه لو في حرج هيبقى حرج لقطر، مش حرج لا لمصر ولا للسعودية ولا للامارات ولا للبحرين اللي هو الدول بتاع الرباعي. طيب اتفقوا على ايه؟ خليني برضو انا هنا ليه مهتم ان انا اخد الكلام من قطر، لانه قطر هي اللي هيبقى عليها العبء الأكبر والحمل الأكبر في إثبات النوايا الصادقة في تنفيذ المصالحة. ما حصلش هيبقى في إجراء تاني، فخلينا نسمع هم قالوا إيه أو القطريين قالوا إيه، أنه الزعماء اتفقوا على إيه في هذه القمة، سمعونا كده. أزمة لا شك أنها يعني آذت كثيرا مجلس التعاون والعمل الجماعي في مجلس التعاون، وكانت وضع استثنائي في خلال 3.5 سنوات الماضية، ولا شك أن الحل هو انتصار لمجلس التعاون وانتصار للجميع وجميع شعوب المنطقة، لأن لنا نظرة مستقبلية للنهوض بالشعوب الخليجية كافة. إحنا نتحدث عن إذا نتحدث عن طبيعة الحل، هو اتفاق على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي، وأيضا لتكون هذه القواعد كقواعد حوكمة للعلاقات الدول في المستقبل. الأساسيات اللي يتحدث عنها البيان بيان العلا الذي تم توقيعه يوم أمس هي الأساسيات الاتفاق، وهي عبارة عن أساسيات واضحة، عدم المساس بسيادة أي دولة من الدول الأطراف، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، والتعاون فيما يهدد الأمن الوطني أو الأمن الإقليمي،
إضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية. ونعتقد أن هذه المبادئ الأساسية هي مبادئ متفق عليها بين كافة الدول، ويجب الآن تكثيف العمل الجماعي فيما بين هذه الدول ليكون هناك جسر للهوة التي حدثت في الماضي، ونظرة مستقبلية كيفية بناء العلاقات في المستقبل بيننا وبين الدول. هنا برضو إشارة إلى إيه؟ هذا هو الكلام الرسمي القطري، أنه اتفاق مبادئ أساسية وأن الناس متفقة على هذه المبادئ، وأنه ما سيأتي هو حوكمة لتنفيذ بقى هذه المبادئ اللي اتفقوا عليها. فالناس متفقين 24 إيراد، مفيش أي مشكلة، مفيش أي حاجة. البند بتاعنا إحنا اللي إحنا بنتكلم فيه فيما يتعلق ب عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مواجهة التطرف والإرهاب، ده كلام هيبقى فيه بقى مناقشة في تحديده، لأنه أنت لازم نبقى متفقين على معنى واحد للتطرف والإرهاب. لأنه أنت لما تيجي مثلا على سبيل المثال تلاقي أنه الجزيرة قاعدة طول النهار نصب سيرك ضد مصر، كويس؟ فأنت ممكن تدخل معاه في النقاش تقول له أنه ده يهدد الأمن المصري، أو ده في خطر على الأمن القومي المصري، لأنك لما بتعمل هذا السيرك بتعمل تحريض، فالناس يعني تسلك سلوك لا يتناسب مع الأمن القومي المصري. فهو يقول لك لا، بس دي حرية رأي. فهنا بقى التفاصيل، وزي ما بيقولوا الشيطان في التفاصيل. ليه قلت نموذج الجزيرة؟ لأنه محمد بن عبد الرحمن قال تاني، اتكلم تحديدا على الجزيرة. شوف قال ايه. موضوع الجزيرة لم يتم طرحه، وكما ذكرنا سابقا في عدة لقاءات، الجزيرة مؤسسة إعلامية مستقلة، نحن نفخر بوجودها في دولة قطر ونفخر بإعلاميها، وبالنسبة لنا نكفل حرية التعبير ونكفل لها النقل المسؤول لما يحدث وللأحداث في المنطقة، ويجب التعامل مع هذا الموضوع بإيجابية وبشكل بناء من قبل الدول الأخرى. نحن لا نريد أن تكون هناك دول تناصب العداء لشبكة الجزيرة، ونريد أن تكون شبكة الجزيرة أيضا مناصبة للعداء لأي دول. نريد أن يكون هناك إعلام مهني مسؤول يتم التعامل معه بنفس المستوى من قبل الدول. طيب هنا يبقى هو الراجل بيقول انه مساله قناه الجزيره لم تكن مطروحه للنقاش، وانه هي منصه وان هم بيحترموا قيادتها. المساله مش كده بس، لانك لما تيجي ترصد الخطاب اللي هو الالكتروني القطري للمسؤولين القطريين، الخطاب الالكتروني ده اللي هو بيكتبوه على فيسبوك وعلى تويتر مثلا، فتلاقي في حسابات على تويتر لمسؤولين قطريين كتير قاعدين بيتكلموا على الإعلاميين والسياسيين اللي وقفوا مع قطر أثناء المقاطعة، واللي دافعوا عن قطر، وإن أنتوا مننا وإحنا منكم وهنحميكم ومحدش يجي جنبكم وإلى آخره. في إشارة كده خبيثة شوية. طيب أطلع من ده لإيه بقى؟ عشان الناس بس تبقى عارفة إنه يا جماعة أن مصر تقف على عتبة المصالحة حتى ترى ما إذا كانت قطر جادة فيما قالته وما أعلنته من أنها تحارب التطرف والإرهاب وأنها مش هتتدخل في شؤون الدول مش عارف إيه، لأن هذه المؤاخذة الأساسية، فتقف على عتبة المصالحة لحد ما نشوف. لأنه أنت المشكلة، واحد يقول لك أنت مشكلة إيه؟ هي المشكلة مع الجزيرة، ما هي قناة زي ما أنتوا عندكم قنوات، وزي ما هي بتشتغل أنتوا تشتغلوا. لا، المسألة مش كده، لأنه قناة الجزيرة قلت ولا أزال أقول أنه أنت بتتكلم عن زراعة مخابراتية واضحة جدا، ولو أنت عايز تتأكد شوف هي بتتعامل مع الشأن المصري إزاي. أنت يبقى عندك مثلا في مصر لما تحصل حالة الوفاة في مستشفى زفتة، وتحصل حالات وفاة في مستشفى الحسينية، فيبقى عندك مشكلة في مستشفى في مصر، كويس؟ في مستشفى في مصر بتعرف إيه أسباب المشكلة وتبدأ تحلها وتتدخل في الوقت المناسب. لكن هو بيجي يتعامل معاها ايه؟ على انه مصر ضاعت، مصر انهارت، الفساد اللي حاصل، المسؤولين اللي بيموتوا المواطنين، ازاي المواطنين ساكتين على ما يحدث في مصر؟ لازم هو بيشتغل كده، فبياخد عندك الموضوع ينفخ فيه النار. فانت ما بتتكلمش عن اعلان،
كويس بشكل واضح. فإذا أنت المشكلة مش مشكلتك مع الجزيرة ولكن مع الذين يحركون الجزيرة ضد مصر. هم بقوا لطاف جدا مع السعودية ومع الإمارات، وبقوا لطاف جزئيا مع مصر برضه، يعني جزئي، يعني بيعملوا حاجات كده على المنصات والصفحات بتاعتهم، لكن لا يزالوا بيتعاملوا بشكل اللي هو فيه إيه؟ العربيات، عربيات موجودة في مثلا في مدخل مش عارف ايه قدام الكارتة، فاقول لك كل هذا الصف من السيارات، تعذيب المواطنين في مش عارف ايه. لا انت حتى ما تيجي تقولي تناول اعلامي اقول لك لا ده مش تناول اعلامي خالص. فاذا هي دي المشكلة الاساسية. الناس اللي قلقت والناس اللي احبطت والناس اللي زعلت والناس اللي قالت ازاي بعد ما حصل كل ده، انا اثق في مصر، في الدولة المصرية، في النظام المصري، في الحكومة المصرية، انه احنا يا جماعة لن نفرط في حقوقنا على الاطلاق. بتعمل مصالحة؟ بتعمل مصالحة، لكن ده يقول لك انه الامور طبيعية، انه الناس دي يعني خلاص ملايكة، انه اللي احنا قلناه زمان غلط؟ لا. وفي ناس كتيرة جدا هتتعامل مع هذه المصالحة او هتكون بالنسبة لها انها مصالحة باردة. يعني ايه مصالحة باردة؟ ماشي العلاقات رجعت دبلوماسية اقتصادية مش عارف ايه بتاع، لكن انه يبقى فيه اطمئنان ويبقى الناس مبسوطة ويبقى الناس سعيدة، لا اعتقد انه ده مش هيحصل، لانه اللي حصل لنا من 2011 لحد دلوقتي وفي اتهام واضح لقطر فيه، اعتقد انه مش هيعدي ببساطة. واعتقد كمان انه حتى الزملاء اللي بيتكلموا في الاعلام ويقول لك وازاي وصلح خير وما نتصالحش ليه وبتاع، بالراحه شويه، يعني بالراحه شويه على اعصاب الناس. ليه؟ لان احنا لسه هنشوف ايه اللي هيحصل وهنشوف المسائل ماشيه فين. وانا لا اكره قطر ولا ناس قطر، شعب قطر يعني شعب عربي، ولا لا تحركني كراهيه ضد حد، لكن تحركني بلدي وشعبي وناسي واهلي ومصلحه بلدي والامن القومي بتاع بلدي، ده اللي بيحركني وده اللي بيتحكم فيما اقوله، مش حاجه تانية. فالناس اللي هم شايفين عكت فتحت يعني، لا خلينا نبقى هادين، وكل بلد بين الرباعي ليها ظرفها. طيب خلينا نقفل الملف ده بقى ونشوف احنا هنبقى مراقبين في الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل على الارض. تتفائل تتشائم دي حاجه تانية، بس خلينا نشوف. لما نروح بقى للولايات المتحدة الأمريكية، أنا أطلقت عليه الأربعاء العبسي. وخليني قبل ما أقول لحضراتكم إحنا شايفين الموضوع إزاي وصدى ما حدث علينا إحنا، لأنه ده المهم بالنسبة لنا. خليني أستمع من الكاتب السياسي والمحلل الكبير الدكتور توفيق حميد من الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور توفيق أهلا بيك يا فندم. أهلا أهلا بحضرتك. أهلا بيك. يعني بناء ناس لما تقوله دائما ومتابعين حضرتك على صفحتك وما تقوله سواء عن الولايات المتحدة أو حتى عن الشرق الأوسط، هنا بنكون مستمعين ومستمتعين لي. شرف ليا يا فندم. أشكرك. أنا عايز أسألك سؤال. أنا أطلقت على ما حدث يوم الأربعاء في الولايات المتحدة في واشنطن أنه الأربعاء العبسي، هل توافقني في هذه التسمية؟ طبعا، يعني الحقيقه تسميه رائعه. انا ابتسمت اول ما سمعتها لان وصف رائع. يعني ما يعني لو انا هقعد اكتب 100 صفحه فيه، يعني الكلمه دي لخصتها كلها، الاربعاء العبثي، لانه عبث من اكثر من اتجاه يعني. طيب قل لي كيف رايت ما حدث، يعني مقدماته كانت ايه وليه وصل المشهد في الولايات المتحده الى ما رايناه؟ شكرا جزيلا لسؤال حضرتك. هو انا هتكلم حضرتك عن مقدماته وليه وصلت كده وتبعاته كمان لو حبيت. المقدمات باختصار شديد ان ترامب لا يمثل فقط الشخص اللي امامنا ده اللي هو دونالد جي ترامب. ترامب ده ظاهره فيها حوالي فوق ال 70 او 75 مليون فرد امريكي حاسين ان البلد ماشيه في اتجاه غير اللي هم عايزينه، ولذا دعموا الراجل ده لحد ما وصل للسلطه. يعني هو ترامب ما جاش لوحده، جه بصوت 75 مليون وراء حتى في اخر الانتخابات دي. فمن يعني من قصر النظر ان يرى البعض الموضوع ان هو ترامب وهيمشي، طب هتمشي ال 75 مليون ازاي؟ يعني انت على الثقه الرهيب داخل المجتمع الامريكي. تمام.
المشكلة جت في إيه يا فندم؟ طول عمر الأمريكان هنا متعودين إن النتيجة تيجي ألف ولا تيجي ب، وطالما الغالبية أقرت كده خلاص بنقبل. يعني ها إيه أوباما مرة جه ترامب كله بيقبل، لما بيكون الناس واثقة إن العملية الانتخابية كانت نزيهة ما حصلش في أي تزوير. تمام. اللي حصل إن هو أنصار ترامب أثاروا أكتر من نقطة مش بسيطة ومش قليلة، يعني منها إن قرار تغيير قواعد الانتخاب لتبقى بالبريد، وده ممكن في احتمالات يبقى للتزوير أكتر. ده كان قرار أخدوه اللي عرف حضرتك المحكمة العليا في الولاية زائد السكرتير بتاع الولاية، وده مش من حقهم. قانون تبع الدستور ده حق فقط للمشرعين. تمام. فإيه اللي حاصل؟ فهم ماسكين النقطة دي وبيقول لك طيب أنا عاوز رد من المحكمة العليا على بس هل ده كان دستوري أم غير دستوري؟ المحكمة العليا رفضت تاخد القضية أصلا ما تناقش عشان متقدمة من حد تاني، يعني مش عشان هي غلط، لا عشان متقدمة من سكة قانونيا مكان كان محتاجة سكة تانية. أقوله عليها غير ذي صفة كده. أيوه بالظبط، على الستاندنج اللي هي بالظبط ليس ذو صفة. الحاجة التانية بقى حضرتك ان هم لقوا في بعض الادلة هم يروها دليل قطع على التزوير، يعني مثلا الامضاءات المفروض على الجواب اللي انا ابعته للانتخاب المفروض تبقى مطابقة لامضتي في الاوراق الرسمية، مش كده يعني في القور في البطاقة كده. تمام. فهم طول عمرها بتبقى في حدود الاخطاء 2-3%، واحد بيمضي غلط، واحد بيفبرك، واحد بتاع، يعني بيبقى في حدود 2-3. فجأة المرة دي بقت حوالي قرب 0%. فطبعا مش معقولة الناس بقت عندها. فبدأوا يقولك أنا عايز طرف محايد يحكم الأب يدخل يشوف الأوراق دي ويصورها، وطرف محايد خالص، نجيب الجيش، نجيب ناس من المحكمة العليا، نجيب كده. برضو هذا الطلب رفض وأهمل. تمام. فأنت أخي الكريم حينما يعني تعجز عن الوصول للقضاء، ها منصة القضاء، وحينما يرفض طلب منطقي بإعادة النظر في ليس في تغيير النتيجة ولكن في إن أنا أبص على الإمضاءات مش أكتر. يعني هم أنصار ترامب على طريق كده عاوزين يعني حتى يطمئن قلبنا يعني بس الله ينور عليك. لو اطمئن قلبهم يا فندم ما كانش حصل اللي حصل يوم الاربعاء اللي فات ده. لكن هم يعني اهملوا بدرجه ان هم، ومع ذلك لما تفكر نزل مليون واحد جنبنا هنا في واشنطن ورانا على دول، بس اللي دخل كام؟ 1000، هنقول 2000 ولا حاجه، واحد في الألف، وكثير منهم حتى يساريين متطرفين. فيقال هذا. فانا اعتقادي هو المشكله يا فندم مش جايه فقط في هذا اليوم، اليوم ده بدايه مرحله جديده في مستقبل امريكا. تمام. تداعياتها هتكون خطيره جدا. تحب اقول لحضرتك اتفضل يعني تداعيات المشهد ايه كما ترصد وكما ترى؟ شوف حضرتك، التداعيات هتبقى على اكثر من محور، مش محور واحد. نمره واحد المحور السياسي. وانا بقول لحضرتك من دلوقتي انسى حاجه اسمها الحزب الجمهوري خلاص، يعني الحزب الجمهوري اخذ ضربه قاتله ستقسمه. ويقال أن ترامب ومعاونيه ومن معه هذا الاتجاه هيعملوا حزب جديد اسمه أمريكا فيرست، أمريكا أولا. وده في الأغلب ممكن يضم من الطرفين على فكرة، يعني الطرفين من الجمهوريين والديمقراطيين. وفي الحالة دي الحزب الجمهوري حتى لو استمر هيبقى ضعيف جدا جدا جدا، ومش يعني ما يعني لأن لما تسحب منه عشرات الملايين من الداعمين خلاص انسى إنه ينافس. تمام. ثانيا على المستوى ده المستوى السياسي، على المستوى التواصل داخل الدولة يحصل نوع من الانفصالية سنراها في أمريكا قريبا. انفصالية تبدأ بإيه؟ إن إحنا الفيسبوك والتويتر مثلا قدروا يمنعوا الرئيس الأمريكي. ليه؟ لأن ما فيش منافس، مش كده؟ طبعا. حصل النهاردة هتلاقيهم يعملوا أبس جديدة للجماعة الثمانين مليون دول، وما نص الدولة، يعني تتكلم على نص الدولة هتسيب الفيسبوك وتسيب التويتر تنتقل لنظام اتصالات جديد، وبدأوه اوريدي حاجة اسمها بارلر، ولكن هو لسه مش يعني مش منتشر قوي بما يكفي. ومحتاج يتطور بصراحة، يعني محتاج حاجات اعلى. فايه اللي حاصل؟ انا بقول لحضرتك وتذكر هذه الكلمات، ان الفترة الجاية هيتعمل
ابس جديده للتواصل ما بين فقط ال 80 مليون، هيبقوا دوله جوه الدوله لوحدهم كده. ولما تيجي تشتري مش هتروح امازون، هيعرضوا لك برضه سكك ثانيه. فده هيدي ضربه جامده قوي لسيطره شركات التواصل الاجتماعي بقى على ارض الواقع، مش هيقدروا يسيطروا مره اخرى بسهوله على الامر ده. ثالثا، في نسبه من ال 70 مليون ولو نسبه قليله حضرتك ممكن تتجه للعنف. وفي الحاله دي ممكن نرى، يعني اتمنى لا نرى، ولكن ممكن نرى كوارث الفتره الجايه. في ناس بدات تحط قنابل، ممكن يحصل بوليتيكال اساسينيشنز لاغتيالات سياسيه للجمهوريين اللي ما وقفوش مع ترامب. رابعا بقى جزء مالي خطير جدا، ان ممكن على مستوى الولايات بعضها يقول لك الله ده انا بدفع ضرايبي للفيدرال جفرمنت دي اللي هي الحكومه طب ما انا اخليها للولايه، ويبدا نزاعات انفصاليه داخل الولايات نفسها. يقول لك لا، ما انتوا بتدفعوا 33% للحكومه الكبيره و7% للولايه، لا بقى ده الحكومه الكبيره بتضيع فلوسكم ورفضت تديكوا فلوس اثناء الكورونا وعملوا حاجات ما كانتش عاجبه المجتمع. فممكن تجد النزعه الانفصاليه كما عند الولايات. نعم، ممكن تصل لدرجه ان البعض كافراد والجامعات يرفض دفع الفيدرال تاكسز اللي هي للحكومه الفيدراليه، وهي الغالبيه العظمى من الضرائب. وممكن بعض الولايات يحصل اتجاه داخلي فيها للانفصال اكثر واكثر عن الحكومه الفيدراليه اللي هي مسؤوله عن العلاقات الخارجيه والدفاع اساسا. يعني المشهد غير مطمئن يا دكتور. طبعا، لان هو كان هيبقى مطمئن حضرتك يا فندم لو كان ترامب فقط، لكن انا لا اتكلم عن ترامب، انا اتكلم عن 75 مليون على الاقل بيدعموه النهارده. يعني حتى لو انه ترامب اعلن انه يتقاعد وملوش علاقه بالسياسه، فانت بتتكلم عن 75 مليون دول رايحين في اتجاه اخر. نعم، وكل اللي محتاجه ترامب حتى لو بس اشار بدعمه لفرد معين، كله هيمشي ورا الفرد ده. يعني الموضوع اعتقد ده اتجاه كان ترامب حصلته، هي ما جاتش بالمقلوب ان ترامب الاول ومع كده دول. لا 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 لا، ده هو الاتجاه موجود، ولا وافرز ترامب. افرز ترامب جميل جدا تعبيرات حضرتك. طيب، يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه. يعني المشهد اللي حصل في الكونجرس ده، ناس كتيره شايفه انه كان في تواطؤ ما عشان يوصل لهذه الصوره ويتم ضرب ترامب واتجاهه، يعني اللي هو ايه، هذا الرجل اوصل الولايات المتحده الى هذا المشهد. انا عندي 2000 واحد من الشرطه اللي بتحمي الكونجرس، وكان عندهم اخبار ان هناك تحركات وان هناك احتمال لاقتحامه، وتم التعامل مع الموضوع يعني بلا حزم لحد ما شفنا. ايوه بالظبط. فهل حضرتك يعني لديك ما تؤكد به ذلك او تشير اليه، انه احنا قدام تواطؤ لتوريط ترامب واتباعه؟ هو ده احتمال كبير جدا، لسبب ان اولا الناس بتوع ترامب دول لو تاخد بال حضرتك مشكله الانتخابات موجود بقالها شهور، يعني مده من يوم الانتخابات من نوفمبر. اوكي تمام. ومع ذلك ما عملوش اي احداث عنف، يعني هو طبعهم، وانا اعرفهم جيدا وعن قرب، مش طبعهم نظام العنف والتوليع والكلام ده، السياسيين المتطرفين هم اللي بيعملوا كده. فدول مش شخصياتهم بيعملوا كده. لو نمره 2 مره عملوا مليونيه قريب عشان ترامب وما حصلش عدسه واحده، وبالعكس هم اللي اتضربوا. نمرة 3، لما تشوف صور الناس واشكالها اللي دخلت، اللي هي مثلا بتلاقيهم نوعيه غريبه كده، تحس انها نشاز عن انت احنا هنا نسميهم طرف ثالث بقى يا دكتور. والله صدق. ايوه، الطرف الثالث في امريكا، يعني الامريكي اللي هو ما حدش هيبقى عارف هويه دول مين. اللي حاصل ان هو في احتمال كبير، خاصه ان رد الفعل بعد الاحداث على طول ادانه لترامب على طول كذا. يعني واحد ما استناش حتى يبحث، طب ما تروح تبحث، ما يمكن يساريين المتطرفين اللي عاملينها مثلا. لكن انت لو تلاحظ احداث ووصل الامر، واحده بيلوزي عاوزه تشيل الرئيس الامريكي، وهي لا تستطيع ان تشيله خالص. لان بنس عشان يشيل الرئيس الامريكي لازم الكابينت اللي هو الوزراء يوافقوا. صحيح. ودول بقى
مواليين لترامب بصوره شبه مطلقه. يعني اخيرا يا دكتور، هل تؤيدني في انه الديمقراطيين يريدون نهايه اكثر اذلالا لترامب، يعني خروج فاضح من البيت الابيض؟ للاسف الشديد عندهم رغبه مريضه باذلال الرجل، لانه عمل لصالح الشعب مش يعني يبدو ان الدكتور توفيق كان بيتكلم عن ترامب كويس، فيعني كل من يتحدث عن ترامب باي شكل بيتم حجبه، فللاسف الشديد انا بشكره كان معانا من الولايات المتحده لكن حكم الزوم علينا يعني. طيب انا هقول لحضراتكم رجع لنا. طيب فانا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، المشكله فين؟ انه انا رايت وده كلام بعض الناس يقول لك ايه، انتوا فرحانين في المشهد اللي حصل في امريكا، انتوا مش عارف ايه وبتاع، مفيش يعني ده منطق ساذج، يعني منطق ساذج يقول لك انتوا فرحانين. لا مش فرحانين، بس احنا انا رايت يوم الاربعاء الماضي امريكا عاريه تماما. كل الكلام اللي كانوا بيقولوه بقى في الديمقراطيه وحريه الراي وحريه التعبير ومش عارف ايه والبتاع، كله كلام فالصو كله. ولذلك انا مقتنع، بعض الناس بتخضوا من المذهب بتاعي ده، يا جماعه القوه حاكمه، يعني عندما تمتلك القوه. لذلك انت مصر كذا مره، ايام محمد علي حاولت تقوم يكسروها، ايام عبد الناصر حاولت تقوم يكسروها، دلوقتي احنا في ايام عبد الفتاح السيسي بيعمل مشروع عشان البلد تقوم تلاقي محوطينك. القوه مهمه جدا. لكن ليه رايت امريكا عاريه يوم الاربع اللي فات؟ اول حاجه قارنت بين المشهد بتاع رابعة العدوية اللي كانوا موجودين في رابعة العدوية والمشهد اللي كانوا موجودين في الكونجرس ده. كل الإعلام الأمريكي بلا استثناء وصف هؤلاء بأنهم رعاع كويس، مثير شغب، خطر على المش عارف ايه، رغم ان هم بيقولوا ان احنا معترضين على النتيجة بتاعت الانتخابات وشايفينها مزورة. لكن لما كنت بتتكلم عن الناس اللي كانوا معتصمين وارهابيين ومسلحين ويقطعوا الطرق ويموتوا الناس ولم يخضعوا لاراده الشعب اللي مشاهم، فيقول لك ان دول معارضه سياسيه وانه لابد انك تتفاهم معاهم. نفس المشهد، فانت ناس داخله، فانت على طول كل الاعلام الامريكي بلا استثناء مثير شغل. طب عندك هنا لا، دول معارضه سياسيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما الفيسبوك وتويتر منعوا قفلوا الحساب بتاع ترامب، يقول لك شفت بقى الرئيس الامريكي نفسه يتعرض لكذا، وانت هنا عندك نفس الاداره بتاعه الفيسبوك وتويتر هنا سايب ناس يقول لك يدافع عن حقوق المدونين اللي هم يعني لا يكفوا عن اثاره الفوضى في البلد وعن اتهام الناس بالباطل وعن كلام غير حقيقي بالمر، فيسيب ده عادي يقول لك لا حقوق الانسان. طب وحقوق ترامب لما انت يعني حتى لو ترامب هتقول ان هو كان بيحرض وفي رسائل للفوضى، طب ما انا عايش هنا في قتل، في تخريب، في اغتيالات، في تدمير للبلد من ناس انتوا بتحموهم وبتدافعوا عن حقوق. فالمشهدين دول بالنسبه لي يعني في حاجات كتيره جدا، لانه عايز اقول انا متاكد انه حدث تواطؤ في 2000 واحد من الشرطه اللي بيحموا الكابيتول المبنى بتاع الكونجرس ده بيحموه، ففي حاله من التواطؤ. طيب انا ارجع لي عشان استكمل من الدكتور توفيق حميد هذه النقطه، وهو رغبه الديمقراطيين ان يكون خروج ترامب ليس مذلا فقط ولكن فاضحا ايضا. دكتور يعني انا قلت كنت بقول للساده المشاهدين انه اول ما حد ايه هنيجي نقول حاجه في حق ترامب بيقوموا عاملين حظر على طول، فالخط قطع لما بدأنا نتكلم فيما يبدو أي. لكن بقول لحضرتك يعني هناك رغبة للانتقام للخروج الفاضح للخروج المذل. نعم هناك رغبة للأسف، وأنا أراها رغبة مرضية في محاولة الانتقام من الرجل، لأن الرجل عمل أمور كثيرة جدا لصالح الشعب الأمريكي، وإن كان أقل نسبة بطالة في عصره قبل يوم كورونا ما يظهر كورونا بيوم واحد
قلل أسعار الدواء، حاول يلغي القانون 230 اللي بيدي السيطرة المطلقة للشركات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيرها على المجتمع، حاول يسحب القوات اللي ملهاش معنى في أفغانستان وإن هو يقلل الإنفاق في اتجاهات غلط ويوجهها صح. أعتقد إن هو الراجل كان ماشي للشعب، شعباوي زي ما بيقولوا، وهم بيشتغلوا لحساب اللوبيس والناس اللي إيه اللي محركاهم. فطبعا حصل صراع رهيب جدا والرغبة انتقامية مرضية، ولكن ستأتي بنتائج عكسية لأن محاولة إذلال الرجل. حضرتك أنت يعني طريقة التفكير البشرية، أنا لو أنا غضبان سنة لما ابدأ تذل، تحاول تذل في المثل بتاعي اللي أنا بحترمه ده، أنت تزيد غضبي وتشعله، وقد يشعل هذا وتيرة من العنف ضدهم ومن الرغبة في عدم دعمهم بأي صورة من الصور. يعني تتابع الأمريكان على شبكات التواصل الجمهوريين يقول لك ولا مليم تاني هيدفع دعم للجمهوريين ومش هنتبهم للأبد، الموضوع خلص. فهم كل ما بيحاولوا يهينوا الرجل، كل ما الحنق والغضب وقد يصل لعنف واتجاه اللي شرحت لحضرتك عليه على الانفصالية ده في جميع أنواعه هيزيد. فهم للأسف لا ينظروا غير عند أقدامهم ومش قادرين يفكروا بنظرة إيه كبيرة، نظرة لاعب شطرنج إيه محترف بيرى الصورة كلها. صحيح. بشكر حضرتك جدا دكتور توفيق حميد من الولايات المتحدة، الحقيقة يعني هو صاحب رؤية واضحة جدا. فعايز اقول لحضراتكم عشان يعني نخلص من الموضوع، في ناس اللي قاعدين بيلوموا يقول لك انتوا فرحانين في الامريكان وشفتوا المشهد عامل ازاي وانه ده ما ينفعش. لا، عايز اقول لحضراتكم في ناس موجوعه كتير جدا من السياسات الامريكيه، وكانت شايفه ان هم بيشربوا من نفس الكاس اللي شربوا امم وشعوب كتير منه. لكن بالنسبه لي زي ما قلت لكم، انا رايت امريكا عاريه من كل القيم اللي كانت بتتشدق بها. خلينا نطلع فاصل ونعود إلى الجزء الأخير والقصير من الحلقة، يعني نتكلم شوية عن كورونا لأنه الناس بتنساها كتير بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. طبقا للمصادر ففي كلام على أنه هيتم بداية التطعيم بلقاح كورونا اللي هو سينوفارم الصيني في النص الثاني من يناير، وعلى ما يجي النص الثاني من يناير ففي كما تقول المصادر ايضا انه هيبقى في عدد كبير من الجرعات هيجي مصر. طب احنا عايزين نقول كلمتين كده بهدوء مع بعض. لما دعينا هنا وقلنا نعمل مبادره لرجال الاعمال والمجتمع المدني ان هم يتبرعوا لصندوق تحيا مصر، او هم يشوفوا طريقه يتبرعوا ويساهموا في شراء اللقاح، لأن أنت بتتكلم على 100 مليون، ما تجيش تقارن مصر بدولة في ظروفها بدول صغيرة مثلا واقتصادها أفضل، ما ينفعش. في بعض الناس قال لك أصل ده توجه دولة والدولة هي اللي قايلة لهم وبتاع، ده كلام فارغ تماما على الإطلاق، لأنه طول الوقت أنت عاوز المجتمع كله يبقى متعاون في اتجاه واحد. ده احنا مش بس بنقول كده، يعني أنا بقول يا جماعة إن كل الجمعيات وكل رجال الأعمال خليكم مركزين مع المستشفيات، احنا عندنا 360 مستشفى بيروح لها الناس بتوع كورونا. لو في مستشفى محتاجه انابيب اكسجين الناس تبقى موجوده والجمعيات تبقى موجوده، الدوله لن تستطيع بمفردها ان تواجه. ودي حقيقه، ولو تجاهلناها نبقى بنستعبط، لان انا لما ابقى عارف انه الامكانيات اللي عندي مش هتبقى كافيه لمواجهه كل هذا العبء واقعد انا مستريح واقول لك هم ما عملوش واتهمهم وما فيش حاجه تتحل. فأنا بأجدد هذه المبادرة مرة أخرى إنه الناس تتبرع. صندوق تحيا مصر قال إحنا هنجيب للناس اللي هم غير القادرين، فالناس القادرين يقدروا يتبرعوا ويدفعوا بحيث نوسع دايرة الناس اللي هتحصل على اللقاح. بس أنا كمان عندي عتاب على الحكومة. إيه العتاب اللي على الحكومة؟ إحنا محتاجين يا جماعة، شكلنا إحنا متأخرين، يعني في مسألة اللقاح وبداية التطعيم محدش فاهم حاجة. فأرجو يا جماعة لو سمحتم الناس في الحكومة يعني تعرفوا الناس، تطمنوا الناس، تقولوا للناس امتى تحديدا، لكن احنا شكلنا متأخرين، دول ناس وبتطعم وإلى آخره، واحنا ما نعرفش حتى إذا كان في تعقدات حصلت ولا لأ. الشفافية كويسة عشان الناس تستريح. وخلونا نستمع كمان من يعني العالم الجليل دكتور
عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحيه. معالي الدكتور اهلا بيك يا فندم. استاذ محمد ازي حضرتك؟ كل سنه وسيادتك طيب. وانت طيب وبخير وسلام دايما يا فندم. الله يخليك ويبارك فيك. يعني يا فندم كنا بنتكلم على مساله اللقاح وهيبدا امتى، والناس بدات تتساءل وتشعر ان احنا متاخرين. ايوه فندم. حضرتك انا عايز اقول لك حاجه مهمه. اتفضل. ان احنا من اول ما بدا العالم يتكلم على السعي الى لقاحات جديده، ومصر الدوله كلها متابعه هذا الموضوع بكل دقه وكل علميه وكل احترافيه عشان تكون من ضمن الدول التي تسعى ل يعني اعطاء لقاحات للناس او الفئات اللي هي يعني اكثر احتياجا لاستخدام هذه اللقاحات. واحنا تواصلنا من اول لحظه مع المؤسسه العالميه اللي هي بتنظم عملية اللقاحات عالميا، بتوفرها، بتحدد أسعارها، بتقدر يعني طبعا سيادتك عارف ده وباء والعالم كله بيسعى لعملية طبعًا التلقيح عشان يقدر يحد من انتشار المرض وخطورته ومضاعفاته. فالمؤسسة دي اسمها مؤسسة جافي ومعها كوفاكس مع منظمة الصحة العالمية. لما بتتعامل مع هذه المؤسسة العالمية ودي مؤسسة دولية كبيرة وطبعا بتدعم من مؤسسات اخرى لان في دول لا تستطيع الملاءه الماليه بتاعتها انها تسمح لها باعطاء اللقاحات. المهم هنا احنا تواصلنا معاها بحيث يبقى في نوع من توفير اللقاحات التي سوف تتاح لاكبر عدد ممكن من الفئات المفروض تطعم في مصر. تمام. فمثلا احنا في هم بيدوا عاده 20% من عدد السكان، ومصر اوريدي تعاقدت سيادتك على هذه الكميه التي سوف تاتي تباعا. يعني احنا تعاقدنا على 20 مليون يا فندم. فعلا. بالفعل. اتعمل عقد واتمضى من الحكومه المصريه مع هذه المؤسسه. تمام. فدي في تامين لهذه الكميه بالفعل. تمام. سيادتك سالت سؤال مهم جدا، طب احنا مستنيين ايه؟ سيادتك لقاحات اعتمادها دوليا، اولا لازم دوله المنشا اللي طلع منها اللقاحات تعتمد هذا اللقاح. تمام. اللي هو مر هذا اللقاح، احنا بنتكلم على اي نوع من اللقاحات، طبعا احنا في لقاحات صينيه وفي روسيه وفي امريكيه وفي بريطانيه. تمام. وفي دول اخرى هتنتج لقاحات، لكن اللي على السطح دلوقتي عدد محدود من هذه اللقاحات. اعلن عنها لسه هيئه الدواء والغذاء الامريكيه موافقه على اللقاحات الامريكيه الاسبوع اللي فات حضرتك. تمام. كان في كلام كتير جدا وكلام اعلامي والمرحله الثالثه انتهت اثبت فعاليته والكلام ده كله، كل ده لا يعتد به الا اذا المؤسسات العلميه الدوائيه والطبيه اهتمت هذا اللقاح. لان انت بتتكلم سيادتك على حاجه جديده مرت بتجارب سريعه جدا، وعشان كده كل هذه اللقاحات سجلت بما يسمى التسجيل العاجل او تسجيل الطوارئ. ليه بقى؟ لان عشان انت بتجيز دواء او تجيز لقاح لازم يمر بمراحل مختلفه حتى تضمن فعاليته من ناحيه وامانه على الناس اللي هتاخد اللقاح دي من ناحيه اخرى. تمام. فالتجارب الكلينيكيه اتعملت صحيه وعده الاف من البشر اتجرب عليهم اللقاحات اللي هي المرحله الثالثه او السريريه او الاكلينيكيه، لكن دايما انت بتدي نفسك فتره سماح طويله عشان تشوف الامان والفاعليه الحقيقيه لهذا اللقاح. تمام. يعني رغم سيادتك اللي اعلن ان اللقاحات مثلا ثبت فعاليتها سي بنسبه 80% او 90 او 94 في سباع على هذه الارقام. وقد يكون حقيقي. انما هيدي بقى هيدي اجسام مناعيه، لكن هيدي حمايه او فتره تسمح بتقليل اصابه بالمرض او منعه او منع المضاعفات لمده زمنيه قد ايه؟ لم يثبت حتى هذه اللحظه. لكن الناس بدات تطعم لان مرض فيه وباء شديد، وباء خطير، وباء منتشر، وباء اثر على العالم من جميع نواحيه الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والصحيه طبعا. صحيح. فاحنا من ناحيه المبدا في لقاحات موجوده. انما البرنامج الزمني وانت سيادتك كل لقاح من دول خلاص بقى قطعيا بتاخد جرعتين، يا مش جرعه واحده. وبينهم فترة زمنية قد تتراوح ما بين 21 إلى 28 يوم. صحيح. وبعدين أصلاً لما يبدأ يكون أجسام مناعية بتاخد لها 15 يوم. فأنت محتاج جرعة
15 يوم 21 يوم او 28 يوم وبعدين جرعه ثانيه وهكذا. فكل ده بيدرس بعنايه شديده جدا، وكان في توجيهات من السيد رئيس الجمهوريه بان يتعمل مراكز حضاريه في جميع انحاء الجمهوريه مؤهله، لانك هتبدا بفئات فيها ناس كبار السن وفيها ناس مصابين بامراض مزمنه، فلازم توفر لهم الراحه والسهوله واليسر، والناس بدات تسجل فعلا لاعطاء هذه اللقاحات. تمام. احنا عندنا كميه موجوده من اللقاح، لكن لازم توفر. لما تقول انا هعمل حمله تلقيح النهارده او اعطاء اللقاحات، يعني بتحط جدول زمني، بتحط الاولويه لمين، والاولويه دي حتى هي معده عالميا عن طريق منظمه الصحه العالميه والجهات الاخرى. ان الكوادر الطبيه نمره واحد، كبار السن نمره اثنين، الناس اللي عندهم امراض مزمنه وهكذا. فالستك هيحصل، لكن لازم يحصل بطريقه منظمه ومنسقه ومضمونه وحضاريه، وتبقى قاعد الشخص اللي ياخد تطعيم النهارده مثلا، يعني لازم تبقى عامل حسابك بعد 21 يوم او 28 يوم حسب نوع اللقاح تكون اللقاح متوفر له. ففي منظومه بتتعمل فعلا، وهيبدا التلقيح بصوره تدريجيه، والناس هتسجل الكترونيا ويتقال له يوم كذا الساعه كذا تروح تطعم. والناس كلها بدات، يعني مفيش دول غطت كميات كبيره ولا حاجه، ده لسه بيقولوا يا هادي في اماكن كثيره جدا في العالم. صحيح. معالي الدكتور، يعني الكلام حضرتك دايما بيجي في الوقت المناسب، لان انا كنت وحضرتك يعني ادرى مني ب احيانا الناس بتبقى شويه القلق لانه الوباء، فكان هذا الكلام مهم جدا، انا بشكرك عليه، وعارف انه وقت حضرتك يعني ثمين جدا. انا بشكرك جدا معالي الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحيه، لانه يعني بيقولوا دايما ايه الكلام المناسب في الوقت المناسب. الناس بدات تقلق، فالكلام انه احنا عندنا تعاقدت مصر على 20 مليون جرعه بالفعل، بيتم الان التجهيز لاجراءات التطعيم بحيث انه يكون ان شاء الله بشكل علمي واضح وصريح. يمكن نكمل لحضراتكم بكره الكلام في هذا السياق، وقتنا انتهى للاسف الشديد. بشكر حضراتكم على المتابعه، وتصبحون على وطن.